بالله من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا، وصل على سيدنا محمد منذ أن كان في المهد صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا تبقى من الصلاة شيء، وأعطه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة المؤمنون، أيها المعزون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن هذه الساحة الطاهرة، ساحة القرآن الكريم، حيث اجتمعنا هنا تكريما لراحل كريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحماته. يحضر معنا هذه الساحة الطاهرة قارئين جليلين من قراء وعلماء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، ونقيب قراء محافظتي المنوفية والقليوبية، وقارئ مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء. كما يحضر معنا أيضا قارئ قوسنا البلد، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى السيد أبو الوفا، القارئ الذي تربى ونشأ في بيت القرآن الكريم بقوسنا البلد، وهو أيضا سفير من سفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي كله. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يتفضل فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى يعطر المكان بأحلى كلام ينطقه اللسان.
الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أفأنت
تحرق الناس حتى أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى أفأنت تكره الناس أن تؤمن
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ويجعل الرجس الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فهل ينتظرون إلا مثل
قل فانتظروا فهل ينتظرون إلا مثل أي الذين خلوا من قبلهم قل إني معكم من المنتظرين ثم كذلك ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين قل يا وأمرت أن أكون من المؤمنين قل
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك وأمرت أن أكون من ولا تكونن من المشركين. ولا تكونن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك وإن يردك بخير وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له فلا كاشف له إلا هو.
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه عظم
وما فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن ما يضل عليها وما واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع ما واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع
وما أنا عليكم بوكيل وما واصبر واصبر واتبع إليك واصبر حتى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله اللهم اجعلنا من الصابرين الذاكرين الشاكرين الراضين بقضائك وقدرك يا أكرم من سئل يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية ونقيب قراء محافظتي المنوفية والقليوبية وقارئ مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء والمقيم بالكميشة مركز تلا